باللغة العربية، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى اللبنانيين باللغة العربية بمناسبة الذكرى 3 لانفجار مرفأ بيروت. ماكرون قال في حسابه بمنصة إكس أنه فخور باللبنانيين وأنه إلى جانبهم منذ الانفجار، وأنه يمكنهم الاعتماد على فرنسا وصداقتها وكذلك تضامنها معهم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.